مشاهدي الأفاضل، تحية طيبة صحية من استوديو تلفزيون الجزائري. تميز هذا الأسبوع بالطبعة الخامسة لصالون الوطني للتحسيس والإعلام بداء السرطان والكشف عن الأمراض المزمنة، الذي نظم من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتعاون مع الجمعية النشيطة جمعية الأمل. اليوم سنسلط الضوء على وضعية التكفل بمرضى السرطان الذي يقدر عددهم سنويا بحوالي 50,000 إصابة. ما هي الوضعية الصحية لهؤلاء؟ ماذا عن الاجتماعات الاستشارية المتعددة الاختصاصات أو بما تسمى الـRCP المتكفلة بهذه الفئة؟ ما هي الاختلالات المتواجدة في سياق وفي سيرورة التكفل بالمصاب بالسرطان؟ ماذا عن المراكز الوطنية للتكفل أو لمكافحة السرطان التي يعاني بعضها من اختلالات ومشاكل في نقص الموارد البشرية، وأحيانا أخرى في مشاكل صيانة الآلات أو العتاد الصحي؟ ماذا عن الصندوق الوطني المكلف بالتكفل بمرضى السرطان، والذي ممول من عائدات التبغ، ضرائب التبغ والمشروبات الغازية، والذي لا يصرف منه إلا 3% فقط؟ ماذا عن اللجنة الوطنية المؤسسة مؤخرا في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإطلاق منصة وطنية رقمية لأخذ المواعيد؟ هي محاور ضمن أخرى سنناقشها مع ثلة من الأساتذة في الطب والاختصاص اختصاص الأورام، البروفيسور بنجار عدة، هو رئيس مصلحة الأورام بالبليدة ورئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. شكرا على الحضور. نشكر السيد أيضا الدكتور حامد عبد الوهاب مهدي، وهم يتكلموا عليهم كثيرا فيما يخص التكفل بالسرطان، وهو مختص في العلاج بالأشعة، غاديو ثيرابيوت حتى يفهم المواطن. مرحبا بك. شكرا على الدعوة. نطرح لك أسئلة كثيرة إن شاء الله. ونسعد أيضا باستقبال البروفيسور بن طباق كمال، وهو رئيس مصلحة جراحة الأورام ورئيس الجمعية الجزائرية للجراحة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم. بادئ لبدء اليوم، ماذا عسانا أن نقول عن مسار التكفل بالمصاب بالسرطان؟ بروفيسور بنجار. شكرا. فيما يخص مسار السرطان، يعني إذا كان هنالك تقييم للمرحلة الأخيرة لكيفية التكفل بمرضى السرطان، هي الحالة في الجزائر ليست بالحالة الوردية، وفي نفس الوقت ليست بالحالة السوداوية، لأن هنالك فيه إنجازات كثيرة أقيمت وفيه نقائص. لماذا نجحنا؟ من بين الإنجازات هي أنه في الجانب البشري، يعني فيه الحمد لله، يعني فيه مجموعة من الأطباء اللي مكونين جيدا في جميع الاختصاصات، إما في الجراحة أو في الراديوثيرابي، في الأنكولوجي ميديكال، الأناتومباتولوجي، في الهيماتولوجي أو في الإشعاع. يعني هنالك ثلة أو مجموعة كبيرة من الأطباء الموجودين في الجزائر اللي يتكفلوا بالمرضى أحسن. زاد العدد تاعهم بروفيسور؟ العدد زاد، يعني في السنوات الأخيرة إذا نأخذ مثل الاختصاص تاعي هو طب الأورام، اللي كان في بداية 95 يعني ما كان موجود ولا طبيب مختص، الآن العدد الآن اللي موجودين في الصحة أكثر من 1000 طبيب مختص، يعني هذا شيء إيجابي. في 25 سنة هنالك فيه تكفل في جميع الاختصاصات. نعم. إما في طب الأورام أو الجراحة أو الليماتولوجي أو في الاختصاصات الأخرى. هنالك إذا نتكلموا على الاختصاصات تاع الجراحة، هي الآن موجودة، نتكلم سو الكونترول تاع البروفيسور بن طاباك، موجودة على جميع المستوى الوطني. نعم. الراديوثيرابي نفس الشيء، وفيه اختصاص، يعني فيه أطباء عدد كبير. هذه من بين الإيجابيات تاع السنوات الأخيرة. فيما يخص المصالح، هنالك مصالح، يعني هنالك المصالح متعددة. الآن في طب الأورام كان أكثر من 60 بين مصلحة وحدة على المستوى الوطني. نعم. الجراحة موجودة على جميع المستوى الوطني. الأشعة كذلك رغم النقص لكن موجودة.
الأشياء الأخرى اللي ممكن سنعود إليها بروفيسور بن طبق، اليوم فيما يخص الجراحة مثلا، هل هناك عجز في التكفل بالمصابين بالسرطان أم في كل الولايات يعني هناك إمكانية أن يعالج المصاب بالسرطان بالعلاج الجراحي؟ بما يخص العلاج الجراحي باش نكونوا واقعين، المرضى يقدروا يبوف ات بري اون شارج على مستوى القطر الوطني. وشنو فيها بعض الاختصاصات؟ الاختصاصات فيها واحد كما نقولوا دي لازم تخصصات دقيقه في سور سبيسياليتي ان شيروجي notamment pour le كما نقولوا لا شيروجي تاع المستقيم تاع لو ريكتوم. نعم، اللي راهو اليوم اول سرطان بالنسبه للرجال والمستقيم، والثاني بالنسبه للمراه. واش شفنا حنايا في السنوات الاولين المرضى اللي كان عندهم الكونسير تاع السرطان تاع المستقيم كانوا في الحال en majorité يديروا لهم العمليات ويديروا لهم سكون ابل لي زامبوتاسيون ويكملوا avec une colostomie عنده اسمها يخرجوا الاكياس. نعم الاكياس، ولكن دوك طورت الجراحه ودوك رانا متحكمين فيها هنا في الجزائر على المستوى الوطني. على لا ماشي نقولوا كاع المستوى الوطني، وشنو في لي لي غران سنتر هوسبيتاليي لي زوسبيتال يونيفرسيتير و لي كاك عندهم تجربه في هذا العمليات، وكاين كيما دوك التجربه في عمليات تاع البنكرياس وفانيك التجربه على في العمليه على الكبد. نعم، ولكن العمليه تاع الكبد ماشي منتشره بزاف في الجزائر. نعم، كاين العمليات اللي قادرين يديروها بزاف الجراحين، وشنو كاين عمليات لازم لها خبره ولازم لها اكومبانيمون مرافقه باش يلحقوا لهاد ce type de chirurgie. نعم، اليوم دكتور حامد فيما يخص نبداو ب يعني من بين الآليات اللي عملتها الدولة فيما يخص التكفل بالسرطان، حتى أنه فيه مخطط وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية، أنه إخراج مثلا المصالح الكونسلتاسيون المتابعة تاع المرضى خارج المؤسسات الاستشفائية. يعني في رأيك أنت في الاختصاص تاعك ماذا استطعنا أن نطور قبل أن ندخل في النقائص في مجال التكفل بمرضى السرطان؟ ثانيا أشكرك أنه قليل من نشوفوا راديو ثيرابيوت كما تقولي في البلاتوهات، ويتهمكم بكثير يتهمكم كثير. هذه طلعتك حوصلة يعني وش كانت كيفاش كانت راديو ثيرابي في زمان والآن. أنا يعني كي دخلت في الدراسة ولا عندها 20 سنة كانت خمس مصالح سانك سيرفيس دو راديو ثيرابي في القطر الجزائري. هذا ما كان، واشتغلوا من 10 سنين 20 سنه، ولكن في الماضي ماشي بعيد بزاف. الان عندنا 22 مركز مصلحه، 16 مصلحه في القطاع العمومي، وعندك 6 مصالح في القطاع الخاص. العمومي عندك وين انا المصلحه اللي تشرف فيها السيده الدكتوره سيام اوكريف، سيتادير لو سي بي ام سي. عندنا بليده، عين نعجه واحد الوقت كان يدي لي شكون لابيل لي سيفيل، ودوك اكشوال راحت لا كونفونسيون، مي مازال يخدم مع لي سيفيل سيرتو الدراري الصغار اللي ما تحت 3 سنين. دوك هو اللي يديهم. عندك قسنطينه، عندك مسرغين، وهران لوبيتال دوغون اللي راهو يعاود في ماهوش فونكسيونيل مي راهو يعاود في الـ في الـ في الـ لي ماشين دو تريتمون. عندك ورقله، باتنا، سطيف، عنابه، سيدي بلعباس، تلمسان، تيزي وزو، بشار، الواد، وادرار. هذو القطاع العمومي. وعندك في القطاع الخاص كاين 6 مراكز. عندك زوج في الجزائر العاصمه، واحد في تيزي وزو، واحد في بليده. بليده هو الاول، ودوك كاين واحد في قسنطينه ثاني قديم، ومركز يعني نقولوا فيه غد مصلحه غد، فيه ايضا الجراحه، فيه كل الاختصاصات. لا 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 مش بالضروره فيه الجراحه، فيه كاين اللي فيهم جراحه،
هو العلاج بالأشعة. أنا متخصص في الراديو ثيرابي. نعم. دكتور نهضر لي. نعم. وكما قال بروفيسور بنجار، هل هناك أيضا رفع من عدد الأخصائيين في الأشعة؟ Ça n'a jamais été un problème le nombre de radiothérapeutes. Chacun le radiothérapeute. Le radiothérapeute là, qui est bikthra, qui m'a dit, tout l'âme, qui a des promotions qui sortent, ou qui répondent aux gars la demande nationale. Mais le problème, c'est dans les aides, les machines. لازم تعرفوا لازم المجتمع العام والمريض وعائلة المريض لازم يعرف باللي التوصيات يعني تاع كم نحكم التوصيات تاع المنظمة العالمية للصحة ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايو الستيبول الوصاية تاعها بور لي بيي ايمرجون كيما حنايا في طريق النمو لازم ماكينة واحدة في كل 500,000 ابيتون نسمة. وحنا اليوم احنا اليوم احنا رانا 44 مليون الله يبارك 44 مليون نسمة، وعندنا في القطاع العمومي عندنا 45 ماكينة. دونك راك تشوفي لازم باش نكونوا كشغل نغطوا لا دوموند لازم تكون 80 90 ماكينة، ورانا 44 ديجا كان ينقص فرق كبير. نعم. وفي المصلحة اللي نشتغل بها، والمشكل هو كشغل كاينة مصلحة واحدة في الجزائر. نعم. العاصمة عمومية، نأكد توجور على القطاع العمومي مصلحة واحدة، وعلى بالك الجزائر الكثافة السكانية 6 ملايين 7 ملايين، وكان نحسبوا بلي لازم ماشينة بوغ 500 ميل ابيتون لازم لك 14 ماشينة. احنا عندنا ثلاث ماشينات، دونك وحدك تعرفي باللي كاين نقص بلا ما حتى وين يجي الطبيب يقول لك ولا غادي ثيرابيست يجي يقول لك ولا الناس واحد اخرين يقول لك. نعم. لازم الشعب يعرف باللي لو مونك دو ماشين فون كو كي تكون اون اغلوماسيون كبيره بزاف ما يقدروش يكفيو بور لا بريز اون شارج دون دي ديلي. نعم. ريزونابل. سوف نعود الى كل هذه النقاط، لكن دعونا نتابع سويا روبورتاج قامت به الزميله ناشطه سعاد إليمي بخصوص كل هذه النقاط، نتابع ثم نعود. المنظومه الصحيه كي تدخلي للسبيطار بعد دخلها برك ما تلقاش حتى شكون اللي ديريجيك يقول لك واش كاين والله يوجهك. اسما كاين بصفه عامه كاين اهمال والسلام، يعني كي يديروا كاين مال مثلا نورمالمون تروح تلقاي لاجون على الاقل يدير يجيك وين راح تروحي؟ قال واش بيك؟ قال كذا، قال روحي البلاصه الفلانيه. ما كانش احنا اسمو البروبليم تاعنا سي البروبليم تاع لي ريسورس هيومان المواد البشريه سورتو في الباراميديكال في الشبه الطبيين. كاين نقص كبير فريمون مونك تيريب. علاش لو مونك هذا؟ سي دو اولا لو ديبار تاع لا روتريت ليستوار هذيك اللي داروا تاع اللي قال لك حتى دير 60 سنه هكذا كي بوسي لي جون بداو يهربوا قبل الوقت 50 سنه 55 52 سنه هربوا لنا راحوا. زاد ثانيا كاين البريفي، يا بوكو د كلينيك بريفي اللي حلو الكلينيك بريفي ما يفورميش يدي البروجي فيني. الطبيب العام هو ركيزه المنظومه الصحيه في اي بلد من البلدان، ولازم نكثفوا الجهود باش هذا الطبيب يقوم بالعمل ديالو من ناحية الكشف ومن ناحية التكفل بالمريض. المشاكل وين؟ في لي راديو مكسرين دي فوا دوق هاد الخطره ما على باليش، بصح في لي زاني 2015 في لاني 2015 كانوا شويه مكسرين. تسمى وليت ندير برا كلش درت برا. في رونديفو تاع راديو ثيرابي قلت له في مصطفى سكا بريزون ما يطوليش. ومن بعد وحده طبيبه في رويبه قالت لي انا بعتك الميغابو، رحت الميغابو الحمد لله كنت نحكي لهم هاك كل شيء ريغلو. ولا شيميو درتها في رويبه ثاني درتها تري بيان، بصح جامي عندي طاولي كونترول ورحت وقلبوني ولا شافوني هنا قلبوني ما على باليش غير روحي عيو غير. ولا مامو غرافي لوكو مامو ثاني ما جاو يعطوني رونديفو ثاني حتى واحد الارجون بدل لي هذيك الورقه في فوق مصطفى عطاها لي ماري كيري. المرضى وهي يعني حتى داخل العواصم نجد يعني يجدون مصاعب شتى، ولكن
اذا تكلمنا عن المناطق خارج العواصم، وهنا المشكل يعني يتضاعف الى اضعاف اضعاف مضاعفه. يعني يحبذا حتى الوزاره هذه تكون عندها مؤسسه ولا عندها مكتب ولا عندها ناس اخصائيين يبحثوا في الميدان بالضبط، يشوفوا يعني واش وراه المستوى، وراه النقص هذه. الدوله تاعنا دارت مجهودات، دارت في مسخته في مناطق الظل في الجنوب، دارت مراكز مكافحه السرطان. هي إذن بعض الانطباعات والشهادات لمرضى المصابين بالسرطان. نشوفوا أنه نحسوا أنه المريض يذهب وحده في رحلة البحث عن العلاج. اليوم هناك المسمات يعني الـRCP، الاجتماعات الاستشارية المتعددة الاختصاصات، لما المفروض كي يدخل المريض للمستشفى مش هو اللي يحوس على الشيميوثيرابي، مش هو اللي يحوس على الراديوثيرابي. اليوم المشكل وين راهو؟ انا يظهر لي الاول لازم كي يلحق المريض يدخل في مؤسسه كيما هذه اللي تاخذ المريض اللي عنده مرض السرطان. نعم، ماشي ديجا هو بسيكولوجيكمون اللي ديجا لازم واحد كي يستقبله. Il faut un accueil, une cellule d'orientation. Mais si vous voulez, vous avez tout déjà, vous avez tout déjà, vous avez tout يتخف دانز ان كاكو لا وما على باليش وين يروح. بكل صراحه هل نجد هذه كل الظروف في المؤسسات الاستشفائيه؟ مش موجوده في جميع المستشفيات. وهذه لازم حاجه فانيك المريض لازم يفهم باللي يا اون اورغانيزاسيون في الخدمه. تنظيم. كل نهار حنا يلحقوا لنا مرضى يجوا نحوسوا على البروفيسور بن تباق، ولا يحوسوا على لي كوليغ اللي يخدموا معايا، بروفيسور بوزيد، بروفيسور شرشار. بصح ما على بالو نجيب لي بروفيسور بوزيد، بروفيسور شرشار بن تباق، نهار راه يدير عمليه، نهار واحد اخر راه عنده اجتماع تاع لي ار سي بي نهار هذيك. دونك كي نعطيهم لي رونديفو لازم المريض يفهم باللي ان رونديفو تسمى سي اون اورغانيزاسيون دو ترافاي. نهار اللي يجي لا كونسلطاسيون نستقبلوه، نهضروا معاه، نشخصوه، نفصحوه باش نوصلوا لو ميور تريتمون اللي لازم له. المشكله في المريض هو هو التنظيم. كاين التنظيم وكاين الحاله اللي يجي بها المريض. كي واحد مريض يقولوا له خلاص عندك مرض سرطان انت يا خلاص، دوك هو في راسه لازم كي الحق للسبيطار لازم تم ديوه كون لو برين ان شارج. الوغ كو نو سي با سا، il faut qu'on comprenne la maladie, le stade de la maladie, où il est même pas de l'RCP. Une fois que le maladie est haq, on déroule l'ensemble du bilan tao, il a عنده مرض في المعدة، مرض في الكبد، مرض في المستقيم. احنا على بالنا المستقيم ما نقدروش نديروه وحدنا، لازم الطبيب لو راديوثيرابوت كي يكون المرض في المستقيم لازم نبداو بلا راديوثيرابي. في بعض الاحيان لازم نبداو بلا شيميوثيرابي. دونك لازم حنا نتلاقاو وباش نتكلموا على الوضعيه تاع المريض و سكون ابل يعني سكيزون ابلي في لو بلان كانسير سي كو لو مالاد دوت اتر او سنتر او كور دو لا ديسيزيون. دونك حنا نهضروا على المريض ونشوفوا واش هو لو ميور تريتمون تاعو ولا سيكونس تاع لو تريتمون. نعم، وماشي دوك المريض اللي لازم يروح بالورقه تاعو بالبريه قال يا ودي روح دير رونديفو تاعك. لا، حنايا في الوضعيه تاعنا قال سي بونجار وقتها تبدا له لا شيميوثيرابي بدا له. لكن بروفيسور بن طبق هذا من المفروض ان يكون، ولكن احنا رانا عايشين عندنا جيران عندنا عوائل مصابين بالسرطان، يعني شوفوا المريض غالبا يكون ليفغي لويمام، يعني تائه. لو كان تكون يعني التنظيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية أنه المريض يعني صحيح أنه وقع المرض ديجا ثقيل على المريض، ولكن عندما يفهموها أنه المسار تاعو هاوش لازم يكون أنا نظن يكون تفاهم. صح، ولكن اليوم في الواقع المريض نشوفه مثلا راهو في السي بي ام سي مثلا مركز التحكم، ويتصل بالسطيف ويتصل بأخيه ويتصل بالجار. حتى لماذا؟ أين الاختلال اليوم بروفيسور بونجار؟ حقيقة واش قلتي يعني في معظم الأحيان يعني باش واحد ما يجمعش، لأن هنالك بعض المراكز ولا بعض المصالح اللي فيها نوع من التنظيم في كيفية التكفل بالمريض، لكن في معظم الحالات المرضى هما كما قلتي ليفري أ لويمام.
المريض. لماذا؟ لأن المشكلة هي متعددة. أول شيء كما قال البروفيسور بن طابق، هي حقيقة يعني إنسان كيت في غير يعمل سكانر ولا يعمل ليالام ولا يدير لانابات ونقول له باللي عندك سرطان، كأن جبل طاح فوق رأسه، تجاه الحالة النفسية تاعو يكون يعني ما هوش مرتاح لا هو ولا العائلة تاعو. كي يجي للمستشفى من حقه هو أنه يجي باش يأخذ أحسن العلاج وفي أقرب وقت. ولكن في معظم المصالح أو في معظم المراكز هو أنه لولا نعطو مواعيد للكونسلتاسيون. غير معقول في 2021 باش نعطي موعد المريض شهرين ولا 4 أشهر ولا 5 أشهر ولا 6 أشهر. هذا الشيء الأول. في أي اختصاص؟ يعني نحكي بصفة عامة، مانيش نحكي يعني في أي في الجراحة اختصاص ولا معين. نعم في الجراحة. نعم في الجراحة. يعني نحكي أن نقول باللي بصفة عامة. الشيء الثاني هو قضية التنظيم. هو المفروض تكلمنا في وقت سابق على أنه المفروض تكون خلايا اللي هي تتكفل بالاستقبال المريض ومتابعته حتى لو باركور دي باسيون. يعني من المفروض هذا المريض كي يجي يجيب الرسالة تاعه، من المفروض يكون مكتب في جميع المراكز هذه تاع مكافحة السرطان اللي يستقبل المريض وهو اللي يوجهه. لأن المريض كي يجي مكتوبة كونسلتاسيون دونكولوجي، ما هي الشرط هذيك الرسالة تاعه ولا ما هي الشرط هذيك الحالة تاعه موجهة لطب الأورام. ممكن موجهة فيه عدة اختصاصات، إما يكون موجهة لطب الأورام، إما يكون موجهة لماتولوجي، إما يكون موجهة للجراحة، إما يكون موجهة للراديوثيرابي، وبعض الحالات وفي معظم الحالات يكون موجه لهم ثلاثة جميعا. هنا يكون المشكل أسهل. علاه؟ لأن من المفروض أنا جاني مريض في الكونسلتاسيون تاعي للمصلحة تاعي، نشوف المريض نستقبله نكمل له الملف تاعه، ومن بعد في إطار لارينيون من المفروض اللي تكون حقيقة هي المشكلة تاعها الآن ماهيش موجودة في جميع المراكز وماهيش موجودة وغير مقننة. هذا هو المشكلة. هي من المفروض هذه لارينيون دو كونسلتاسيون فلوري ديسيبلينال الاختصاصات على الأقل من 3 إلى 4 اختصاصات كما رانا احنا هنا 3 على الأقل 3 زائد لاناتوم باثولوجي الرابع زائد الراديولوج الخامس. علاش من المفروض؟ لماذا لم تجسد على أرض الواقع؟ لم تجسد، هي قضية عقليات. هي المشكلة قضية عقليات وقضية مصالح. هنالك بعض مصالح تقول لي سي بي ام سي باريزم ديجيستي ما عندهم حتى إشكال، كل أسبوع يتلاقوا. احنا في في البليدة عندنا أكثر من 10 ار سي بي كي مارش تريبيا من يعني تبقى مبادرات، ليست مبادرات، هي مبادرات شخصية وأكثر منها قانونية. هي من المفروض هل هذا معقول؟ مش معقول. يعني ناخذ في الدول الأخرى، يعني المريض يعني سيتان بروبليم ميديكوليكال. يعني من المفروض أي مريض على المستوى القطاع العام ولا القطاع الخاص اللي ما مرش عن طريق ار سي بي من المفروض هنالك خطأ. يعني من بين الأسباب أنه لم يتم تقنين هذا الاجتماعات، من المفروض تكون إجبارية. الرقمنة كي تكون هذا؟ نعم، هذا الشيء الأول تكون إجبارية، وكي تكون إجبارية من بعد الشيء الثاني هو الرقمنة. يعني من المفروض على باش نسهل للمريض كي تكون الرقمنة حتى في داخل. احنا الان ماش نهضروا على الرقمنة على المستوى الوطني ولا بين المصائب، من المفروض حتى داخل المركز. يعني انا وبروفيسور بن طابق ولا بروفيسور احمد يعني عندنا مريض مع بعض، من المفروض ماشي المريض هو اللي يدي الملف تاعه ويروح باش يديه له ملف، يعني من المفروض وملف ثقيل وممكن خاصتك هذه ما جبتش هذه الى اخره. من المفروض عنده يدير الاسم واللقب، يخرج له جميع الملف كي معمول به في الان. هي اكثر المشكل تاعنا نظن الان هو مشكل تنظيم اكثر من مشكل اخر. مشكل اخر سوف نعود الى ذلك، وسوف نعود ايضا الى المواعيد اللي تكلمت عليها احدى المريضات فيما يخص الاشعه. معنا من ولايه اضرار السيده رقيه كالي، وهي رئيسه جمعيه سند المريض. اهلا وسهلا بك سيدتي. مساء الخير سيدتي. شكرا على المشاركة. احنا فرحنا كثيرا ككل الجزائريين بتجسيد مركز مكافحة السرطان بأضرار لوكاك، ولكن يبدو أن هناك اختلالات تحول دون البلوغ إلى الأهداف اللي من أجلها كان هذا المركز. نشكر الإذاعة تلفزيون، كنا في الوقت السابق إذاعة وتلفزيون، إذا عاود التلفزيون على استضافتنا بهذا اللقاء. احنا عندنا تفضلي
الله يسلمك، عندنا مركز مكافحة السرطان بدون روح. هيكل بدون روح؟ هيكل بدون روح. كيف يعني كيف؟ كيف؟ الأجهزة كاينين بصح عاطلين. شحال أجهزة صالح. أجهزة التداوي بالأشعة لا راديو ثيرابي؟ واه لا راديو ثيرابي ما عندناش لا مطاط، ما عندناش جهاز لي يفرز هذا صفائح الدم للمريض، ومعروف من المفروض مرض السرطان يستحقوا بزاف الدم. احنا ما عندناش لا مطاط لا لا راديو ثيرابي لا حتى حاجه ما تمشي في المركز. راديو ثيرابي عندكم لكن معطله خصنا لي كل ما شحال هي معطله سيدتي؟ هذه فايته يعني تقريبا من عام اللي فات. عام كامل ما مشاتش؟ عام كامل، والناس واللي مالاد يتنقلوا من ولايه لولايه، كاين يروحوا لبشار، يروحوا للجزائر العاصمه، يروحوا للورقلة، يروحوا لواد شوف، يروحوا لتيارت، كل المرضى يتنقلوا. كاين اللي عنده باش يتنقل، وكاين اللي ما معود حتى على باش يدخل القفال دارو ما عندوش ومريض. والجراحه سيدتي، والجراحه ما كانش البلوك كاين اوبيراتوار بصح ما كان، وكاين ما كان حتى حاجه، ما حتى عمليه ما تندار في الكاك. اريد ان اسالك يعني هذا المركز واش راهو يمشي فيه سيدتي؟ باغ لا كيميوثيرابي ولا اوردونونس يمدوا الادويه باش اللي على هذاك على اللي مرض اللي يجيبوا باش يسكنوا الاوجاع نتاعهم. شكرا لك سيدتي على هذا التدخل. هيكل نظن لخصت كل المحاور، يعني أموال طائلة صرفت على مثل هذه المراكز، الجراحة يعني أبسط القواعد اللي ترافق المصابين بسرطان لا توجد في، لماذا بروفيسور طباخ؟ قلنا أن الموارد البشرية ليس هناك مشكل في الموارد البشرية ما يخص الجراحة على الأقل. هي اللي تشفي المريض، هادي باش نفهموها دو مانيير جينيرال في لي كونسير تاع لو تيب ديجستيف، الجهاز الهضمي. وشنو الجراح وحده ما يدير والو، الجراح لازم له غرفه تاع الجراحه، لازم له ان ميدسان ريانيماتور، ولازم له كما قال سي بطاطا الجهاز الشبه الطبي ولي تكنيسيان انستيزيست، ولا ما كانش هادو اللي يرافقوا ما يقدرش يدير عملية جراحية. والعمليات الجراحية اللي متكفلين بالسرطان هما سي دي زانترفونسيون اسكون ابل ماجور تري امبورطون، ماشي حاجة كيما نديروا عملية على مرارة ولا ينيرني ولا، دونك دوموند بوكو دو موايان، اي سي با تو سي موايان اون بو با بروندر ان شارج لوكالمون هاد المرض. حنايا اكتويلمون في لو سون بيري ماري كوري كي هو كيما نقولوا لو سون دو ريفيرونس en Algérie sur les 4 blocs opératoires اللي عندي انا في المصلحه تاعي، كاينه وحده راه مغلوقه، علاه ما كاش تكنيسيان انستيزيست؟ مجاورني عن البروفيسور بوبنيدر اللي متكلف بلاسينولوجي، عنده ان بلوك مغلوق مخصوص من تكنيسيان انستيزيست. وي دوك رانا نهضروا على مركز في التكوين ناسيونال دو ريفيرونس مرجعي. دونك كما قالوا في الروبورتاج من البوبليك يروحوا للبريفي ويدوا كما يقولوا ان برودوي فيني، ما يخلصوا عليه والو، ما يعلموه، ما يقريوه، ما يكبروه، ما والو، يديروه مخدوم ويروح يخدم عليه. اسكي في هذا هو الغرو بروبليم، ما كاش كيفاه دوك نشدوا هاد التقنيين في السبيطار، هذا هو المشكل الكبير. وهذا فانيك رانا نشوفوه مع لي بروفيسور مع لي زوسبيتال يونيفرسيتير اللي راهم يهربوا من البوبليك ويروحوا للبريفي ولا يروحوا من يهربوا. لماذا يهربوا؟ هاد الكلمه ايه مشكل واحد اخر، هادي دوك يفو ظروف العمل كان بزاف المشاكل، ظروف العمل في الخلاص بزاف المشاكل. بروفيسور بونجار، وانتم تشاهدون يعني وتستمعون الى رئيسه الجمعيه،
فيما يخص المركز مركز مكافحة السرطان بأضرار. صح، حقيقة هي أنه تحدثت أخيرا مع طبيب هنالك في أضرار أنه مشكل تاع مصلحة التداوي بالأشعة لحد الآن ما زال ما بداتش، وهذا إشكال على ما أظن هو تقني إداري، يعني من المفروض راح تم حله عنده على الأقل 6 أشهر ولا، لكن الآن المشكلة لحد الآن لم يحل، ما عنديش تفاصيل أكثر، لكن غير معقول ثان يعني كما قلت لي خاصة نتكلم يعني تحت الإشراف المختص هو أنه يعني البروفيسور حامد، يعني إشكال بعض المرات الآلة تاع الراديوثيرابي ماشي كما الآلات الأخرى، يعني عندها نسبة معينة للعمل، يعني كي تفوت أي أباري يعني 10 سنوات المعدل، دوك إلى تجيب الآلة اللي تصرف عليها الثمن ملايير وبعد مدة 2-3 سنين 4 سنين ما تشتغلش، هذا غير معقول. يعني عام سنة لم تعمل يعني هذه الآلة تاع المسرعات. مع كل الاحترامات للسيدة لا أستطيع أن أؤكد وأفند ما تقوله، لكن إحنا رسالة يعني من هنا يعني الانسبكسيون جينيرال في وزارة الصحة تتنقل حتى صح. هناك مشاكل في شلون بس كانت تهدر بلي كان مشاكل في أضرار، ولكن القول باللي عمره ما خدم أنا ما عنديش هاد أولا ما عنديش صلاحية باش نتكلم في مصلحة ما نعرفهاش، هذه أولا. ثانيا اللي غادي تعرفت اللي راهم لهيك ما عنديش غوتور اتصال معهم بلي كم كوا على بالي بلي في كاين مشاكل بصح باش ما خدمش كاع. لا بروفيسور فونجر آلة اللي ما تعملش سنة أو أكثر صح، هي هذيك هي الوزارة الوصية هي اللي تدخل في هذا الشيء، ولكن في هذا السؤال تتدخل. بروفيسور حامد، اليوم المواطن يشتكي عن تأخير في مواعيد التداوي بالأشعة، ويوما كنت أتحدث مع رئيسة المصلحة قالت يعني فيما يخص المشكل هو أنه ما كاش تنسيق من بين المختصين في هذا اللجنة المتعددة الاختصاصات، يعني من اليوم الأول اللي يدخل المريض من المفروض تبعث رسالة للراديوثيرابيوت أو المختص بالأشعة، ولكن من جهة أخرى هناك أساتذة في طب الأورام يقولوا لك إحنا تفاديا للتأخر تاع الموعد المريض نعطوا له 3 رسائل أو أكثر، يعني يعطوا للمريض رسالة ويقولوا له شوف في سي بي ام سي وشوف في مستشفى آخر وحتى يفهم المواطن ونصح لك هذيك هي. اولا باش نعاود نولي واش قالوا الزملاء على المشكل تاع المرضى اللي يروحوا من مصلحه الى مصلحه تهيئ ما على باش وين يروحوا، الحل الوحيد هو الاي اكس بي، على بالنا قاعد متفقين عليهم اكس بي حتى باش يفهم المواطن، يعني اعضاء مختصين في التكفل بالمرضى يكونوا جراحين يكونوا ديزونكولوج مختصين في الاورام غاديوثيرابيوت ديزانابات فيهم لي باراميديكو لا سي دي مختصين في الصحه، وهذا اكس بي بديناهم زمان يعني في لي زاني في التسعينيات بدات نشوف الاكس بي الاول تاع اونكوبيدياتري اللي يشرف عليه، احنا عندنا بروفيسور محيو يشرف عليه في الانكوبيدياتري في التسعينات، بعدين في 2005 اكس بي تاع الامراض الاوس اي بارتيمون العظام والبارتيمون معنا باش بالعربي كيفاش نقولوها، في وين عضو فيها في 2005 باش نقول لك باللي من زمان، و2009 اكس بي تاع ايرولوجي، 2010 RCP تاع مسرطان المستقيم اللي يندار في مصلحة الجراحة اللي يرأسها البروفيسور بن طباك من 2010، ونقول لك نحكم برك اكزومبل تاع RCP اكزومبل باسكو راني منسق فيها، هي مبادرة كما قالوا مبادرة شخصية سيكشوال فرديه يعني. خاصه اللي شفنا المعاناه تاع المريض هذا هو اللي خلانا نديروا لي اكس بي، سي با هكا جاتنا هكذا في الراس هكذا برك شفنا المعاناه وحبينا نجيبوا حلول لهذه المعاناه،
منها ولكن بالرغم من ذلك يعني اليوم الناس تشوف تقول بلي المواعيد راهي متاخره. ايش عندك بالعقل بالعقل؟ انا نسالك سؤال مواطن هو مقلق في العلاج. لا لا باش نقول لك كيفاش كشغل احنا ما سالناش كشغل الوصايات تقولنا ديروا اكس بي ولا مبادره منكم مبادره من عندنا. وني نقول لك جبت ديجا لي شيف باسكو راني منسق تاع تاع الاكس بي من بديناه من ماي 2010 حتى الافريل 2021 بغض النظر على العام تاع الكوفيد العام اللي فات رانا اكثر من 2000 مريض جاز في الاكس بي على المستقيم برك على المستقيم 2000 معناتها 2000 حل عطينا حل للمريض تاع اللي عنده سرطان مستقيم يعني المريض حل يعني في كل حل كل حاجه في وقتها حتى في الاشعه بيش في كلش 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 هذا هو الار سي بي. عندك عندك الشيروجيان عندك لونكولوج ميديكال لونكولوج ميديكال عندك لو راديو ثيرابوت عندك لي ماجور وعندك لاناباط ودي فوا يجوا لي سبيسيال دورغان كيما لي غاسترو كلش. دونك هذو نستمعوا ونقولوا فوالا هذيك خارطه الطريق تاع المريض. ومن بعد كل واحد يقول فوالا نبداو بلا شيميو ولا نبداو بالجراحه ولا نبداو بلا راديو ثيرابي اون جينيرال. دوكا قضيه لي رونديفو لي رونديفو بايت في المستقيم مستقيم ولا اوتر رانا بين شهرين وثلاث شهور يا با سي لونتون كنا صح شهور عده بزاف. مي قلت لك قبيلات كي حل المركز تاع سطيف ومركز تاع باتنا نقص لا بريسيون مع كي زاد تيزوزو تاع زاد يعني كاين مراكز راهي تعاون كاين مراكز تعاون بيان الطلب والاخرين باغ اكزومبل البروستات صح راهم بعد بصح كاين تريتمون اللي قبل لا راديوثيرابي كاين لورمونوثيرابي اي سون سوزوم اي سون كوفير هذو لي مالاد لا اون جينيرال بور لو كانسير دو سان اون دون دي رونديفو سي فري على حساب لا دات تاع لا شيموثيرابي باسكو اون جينيرال المريض بالسرطان الثدي بعد العمليه دير لا شيموثيرابي واللونكولوج ميديكال يعطينا البريه فيها وقتاش يخلص العلاج تاع تاعها الكيميائي باش حنا نعطيو كشال جوست ابري مي كشال على حسب الامكانيات. ونعاود نولي اونكور اون فوا حنايا رانا دزاير 7 ملايين لازم 14 الماشينه عندنا غير 3 ماشينات كشال من المحال سي تان الفو سافوار لازم الشعب يعرف باللي لا راديو ثيرابي اي تان تريتمون ماشين ديبوندون معناتها الدواء ديبون دي ماشين لي ماشين راهم يخدموا على حساب التوصيات فاحنا في المصلحه تاعنا التوصيات الدوليه عندك لازم 50 مريض في النهار عندنا ثلاث ماشينات عندنا يديروا 150 مريض في النهار شوف العدد الكبير ولازم الصيانه وما ما ما يكسل تو سكي اكونبونسال لازم تكون عندك اليقظه عليها بلوس هذوك لي 150 وما تنسيش بلي المريض باغ اكزومبل في لو سان يشد 5 سمانات الى 7 سمانات باش تقدر تدخلي مريض واحد اخر. دونك ديجا المريض ماشي كشغل اليوم يدير مع تغدو ما يديرش راديو ثيرابي سي تريتمون كوتيديان. والمراكز هذه اللي فتحت باش تمتص الضغط يعني بصح في المقابل قلت لك في المقابل انا المقابل الجزائر فيها مركز واحد الجزائر فيها مركز واحد لازم مراكز اخرى في الجزائر العاصمه. نظن الى نحبوا دوك نحلوا المشكله كما احنا في الجزائر على حسب عدد النسمة لازم نزيدو نفتحو من جهة تاع الشرق والغرب تاع ألجي نديرو دي سيرفيس دو راديو ثيرابي مثلا تبني مسوس كاين سيرفيس دونكولوجي ميديكال كاين سيرفيس تاع لاشيولوجي كاين لو راديولوج كاين لانا كاع لو بلاطو كي اون با بيزوان نديرو ان كاك نديرو ان سيرفيس دو راديو مصلحة تاع راديو ثيرابي تاع الأشعة وكاين كاع المصالح اللي تجاورو باش ياخذوا المرض المتكفل بالسرطان. ومن جهه اخرى عندنا الرويبه وين كان مصلحه فانيك تاع الانكولوجي كان الاشعه كاين لافات دونك هادو سي دي مويان يعني وين رابيدمون نقدروا بالك نحلوا المشاكل نحلوا المشاكل. المشكل هي تاع الراديو ثيرابي نظن المشكله الاساسيه هي انه صح درنا مراكز الان ومصالح تاع الراديو ثيرابي مي سون مار ريبارتي او نيفو ناسيونال. على نعطي مثال هنالك مراكز الان اللي راهي تشتغل ب 10-15% تسيبي فيها مثلا عدد السكان من 500 الف حتى المليون نسمه وفيها 3 مسرعات خطيه وفيه مناطق اللي فيها ضغط الجزائر العاصمه كما تكلم بروفيسور بن طابق مستحيل باش نحلوا مشكل حقيقه الان في الشرق المواعيد راهي قل
المواعيد يعني ممكن تاخذي موعد يعني في اقرب وقت، لان علاه كاين باتنا عندنا باستيف الجنوب الغربي وارقلاك سنتينا الغرب ثان، ممكن السنه القادمه ولا نقضوا على المشكل النهائي، لان فيه تلمسان فيه قسنطينة على شرط انها تمشي. ايه تكون فيه تلمسان راهي تمشي بالعباس، بالعباس تمشي، وهران فيه خلل لكن المفروض في هذه السنه، من بعد يزيد يفتح الشلف، من المفروض نقضيو على المشكل في الغرب. الجنوب ما كاش اشكال يعني مع الموجود تاع ورقلة أدرار بشار ولكن هاي موجودة، ولكن هاي تقول لك هيا كي أدرار صح، أدرار صح حقيقة، لكن الواد يمشي يشتغل عادي، ورقلة يشتغل عادي، بشار يشتغل عادي. نعم. الأغواط من المفروض هذه السنة يفتح، من المفروض في الجنوب إن شاء الله يعني ما كاش إشكال. الإشكال وراه الإشكال راه هنا في المركز، مثل بليدة أو الجزائر فيها ضغط كبير. البليدة نعم. سنة 2020 تم معالجة أكثر من 1700 حالة جديدة في سنة 2020. نعم. بروفيسور بنجار في نفس السياق، انا الحساب يعني التجربه تاعي مع المرضى، يقول لك انا ما عنديش اشكال على شرط تكون هناك شبكه، ان ريزو، شبكه وطنيه. مثلا اليوم عالج بالجراحه وما شابه ذلك، واحتاج الى العلاج بالاشعه في ولايه أدرار. إذا كانت هناك شبكة يعني شبكة تضمن النقل للمواطن إلى أدرار، ولا كاين مواطنين يروحوا من الجزائر العاصمة إلى سطيف، يعني هذه شفناها في الواقع. المشكل أنا نظن الأمور لازم تضبط. لا وزارة الصحة طلقت البلاتفورم مؤخرا اللي دارت باللي هذه تاع المواعيد تاع الراديو ثيرابي، لأن علاه مثلا هنا في الجزائر بالجزائر والبليدة المواعيد بين 6 شهر 8 شهر حتى 9 شهر، لكن بعثنا كثيرة مرضى كثيرة كثيرة بزاف، يمكن تؤثر سلبا حتى على العلاج أكيد. نعم. لكن نروحوا مثلا نروحوا الورقلة ولا بشار ولا الورقلة بشار واتسوف، المواعيد تاعهم بعثنا مرضى في 10 أيام 15 يوم أخذوهم، يعني داهم بدأوا العلاج تاعهم. يعني الأسبوع الماضي فقط بعثنا مريضين عاودنا اتصلنا بهم اداهم. نعم. يعني في معدل تاع أسبوع أسبوعين. لكن لابد من إعطاء المعلومة للمريض والتكفل أحسن، يعني ثاني المريض كي يروح في لازم إما عن طريق المستشفى أو عن طريق الجمعيات. نعم. لأن حتى سوسيتي السيفيل لازم تشارك، لأن في التكفل بالمريض خاصة في مجال الإيواء والإطعام. نعم. بروفيسور بن طبق حبيت تزيد إضافة؟ الحق سامبو سيستم، لازم يفو فيغ ان ريزو على كل حال، لازم ان ريزو. وشنو لازم واحد يفهم مليح بلي واحد اللي يكون مريض مرض السرطان لازم يكون كيما نقولوا دون لا سيلول فاميليال تاعو، لا سيلول فاميليال اي تري امبورطون سور لو بلان المرافقه العائليه. دوكا هذا السيد هذايا كي تبعتيه الاضرار باش يدير الاشعه، والاشعه راح يدير فيها شهرين لهيكل، راكي شهرين راكي قطعتيه من من الحال لا سيلول فاميليال تاعو. سور لو بلان سيكولوجيك فاني كيفو بونسي ا تو سي زاسبي لا، ماشي غير لاسبي تاع نديرو لا راديو ثيرابي، ندير الجراحه، ندير الاخر. سي اون بون شوز على كل حال كي نديرو ان بو لي كاك ان بو بارتو بو سي دو كوفرير لو تيريتوار ناسيونال، مي اوسي فو بونسي او مالاد والمردوديه تاعهم على كل حال بيان سور. لا انا شاطر البروفيسور بن طابق في هذا الجانب، حتى هذا قضية لا بلاتفورم ولا قضية باش نبعثوا المرضى إلى الجنوب باش يتعالجوا، لازم تكون المرحلة فقط آنية على المدى المتوسط. لكن على المدى البعيد الحل الوحيد لحل مشكل راديو ثيرابي على مستوى الوسط هو إنشاء على الأقل مصلحة أو مصلحتين في الجزائر الشرق والجزائر الغرب، لإنهاء إذا كملنا بنفس هذه الطريقة إنشاء مراكز في الولايات الأخرى بدون الوسط خاصة بالجزائر والبليدة، مستحيل باش نقضوا على مشكل تاع الراديو ثيرابي حتى نهاية 2030 أو 2040. تفضل بروفيسور. نزيد إضافة برك على لي بلاتفورم. صح لي بلاتفورم احنا زعما في سي بي ام سي عندها سمانة برك ملي بدينا في لي بلاتفورم رانا نديروا لونجستمون بكل شفافية، لونجستمون تاع لي مالاد تو. البروبليم كي فاس بوزي اوسي كيفاش يعني المريض يجي اونوريست باسكو البلاتفورم يفو اونوريست لي دوموند تاع لي رونديفو. المريض هو عنده لو شوا، يقول فوالا الا حبيت
تال سيرفيس لي رونديفو راهم لحقين 3 شهور الا حبيت نوت سيرفيس زعما كيما قال في اضرار ولا قال دون 10 جوغ بديتو فيها رانا في لونجستريمون لازم شويه وقت باش نديرو حوصله ونعطوك ابخي التقييم وكلشي ورغبه المريض كذلك كلش هذا هو اهم شيء ورغبه المريض فيها كلش كاين اللي ما يحبش يروح سورتو كاين لا 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 وكاين اللي راح حتى الخارج باش تعالج بالراديوثيرابي الاوليه ان شاء الله ماشي يا يمكن تري ريزيستانس كما قلت وكاين مشكل واحد اخر سي كو صح يروح يدير لا راديوثيرابي في بلاصه فلاني ادر بصح من بعدين لو سويفي تاعو دو راديوثيرابي اسكو باسكو على بالك السويفي تاع تاع واحد عنده سرطان تروح حتى 10 سنين ولازم لو كان يدير كو لا راديوثيرابي كوم تريتمون سا بو هاك لي بروبليم او غالي تو ان جينيرال سي لا راديوثيرابي نعم دونك كيفاش بعد لو سيفي تاعي واللي يروح كل خطره يروح عنده مشكل يروح للاضرار باش ما تمسش برك والحل لازم والحل الحل كما قالوا هاد لو بوغ فينيغ واش قالوا يفو كري دوت سنتر وين كاين كثافه سكانيه في الجزائر كما قال البروبوزا بروفيسور من طابق و بروزقاندا سي نديرو سيرفيس على شرق العاصمه والاخر بالك في الغرب العاصمه هما يعني لازم تكون هكذا يعني مراكز تكون دراسه استشرافيه يكونوا فيها خبراء لا لا في هذا الطرح حتى تكون حتى في وزاره الصحه في هذا الطرح يعني راهم ماشيين في هذا الطرح على اساس انشاء مصلحتين او مصلحه على الاقل للامانه فقط السيده رقيه قالت لك تكلمت على تنقل حتى الاطفال وحنا نعاودوا نقولوا له ان شاء الله في حصص اخرى الى ولايه اخرى من اضرار حتى يستفدوا من العلاج بالاشعه هذا اشكال اخر اشكال اخر الصندوق قبل ان نمر الى شعاع امل ثاني في مجال مكافحه السرطان الصندوق الوطني للتكفل بالسرطان اللي انشئ عام 2014 منذ ذلك الحين يعني ويرجع لوزاره الماليه كل سنه لانه لا يصرف منه ولا سنتيم كانت فيه اشكاليات قانونيه عجيب الامر عجيب الامر كانت فيه اشكاليات قانونيه لكن المفروض حلت يعني درنا فقط يعني للامانه يعني الاسبوع الماضي اجتماع على مستوى وزاره الصحه والان ان شاء الله سوف يتم الاستغلال الامثل لهذا الصندوق خاصه في مجال الراديوثيرابي والجراحه وطب الاورام وحتى طب الاطفال وان شاء الله يكون فيه الفرج هذا ان شاء الله يكون لان السيد بومبوزيد يعني وزير الصحه انشا لجنه على مستوى وزاره الصحه والهم تاعها الوحيد هو فقط ان نحضروا في بلون داكسيون لكيفيه الاستغلال الامثل لهذا الصندوق اللي يشمل جميع الاختصاصات اللي عندها علاقه بالسرطان نعم كان هذا الاسبوع ايضا شعاع امل فيما يخص التكفل بمرضى السرطان لو بات سكان وهو الوحيد في المؤسسه الاستشفائيه العموميه لانه فيه في الخواص في ولايه تيزي وزو في آلتين ماشي واحده يعني زوج في تيزي وزو نعم لا زوج في باب الواد اثنين فقط نعم نشوفوا الروبورتاج اذا حجم مليح زوج زوج مليح نعم ولكن ان شاء الله يستغل هذه هي النجاعه والمردوديه نتابعوا الروبورتاج ثم نعود الى النقاش نوعي في إطار تجهيز مستشفياتنا بمعدات طبية بتكنولوجيات مبتكرة فالأشعة المقطعية بإمكانها وبدقة عالية التشخيص الأولي للورم السرطاني وتقييم حجمه ومدى انتشاره في الأنسجة المحيطة به ولهذا التشخيص المبكر أهمية محورية في تقرير خطة العلاج الواجب اتباعها مما يعني التكفل الأمثل بمرضى السرطان هذا مركز إشعاعي على طريق العلاج النووي احنا اهتمامنا كبير بالنسبة أمراض السرطان وكنت تعرفوا باللي في عدة مدن فيه مراكز محاربة السرطان لكن هذا يلو بيت سكان هذا يلو التيب سكان هذا يلو سكانير مجهز فيه سكانير وفيه نوع آخر يعطي صورة على المكان اللي فيه المرض يعطي صورة على الوظيفة الناس كانار يعطي صورة مجمدة هذا يعطي أحسن صورة دقيقة حتى السرطان يكون فيه 6 مليمترات يظهر ويظهر أحسن هذا أول بيت سكانير في القطاع العمومي في الجزائر أول سكانير في القطاع العمومي في إفريقيا ما عدا إفريقيا الجنوبية وهذا إلا الأول في الجزائر
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد وقف عند مشروع إنجاز مركز علاج الأطفال المصابين بالسرطان، منشأة صحية ستعطيهم بصيص أمل آخر. وما أحوجنا إلى بصيص الأمل وتجسيد هذا البصيص على أرض الواقع. معنا البروفيسور بويوسف صلاح الدين وهو رئيس مصلحة الطب النووي بالمركز الاستشفائي الجامعي لامين دباغين. أهلا وسهلا بروفيسور. أهلا وسهلا. مبروك، نقول مبروك على مرضى السرطان. مبروك مبروك على الجهاز الصحي والمرضى. نعم، واش يعني حتى يفهم المواطن شكون اللي استفادوا واش يجيب حاجه مليحه هذا القسم بروفيسور؟ هو الحقيقه الفحوصات الجديده هذه جايبها التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني يقولوها البيت سكان، هذا يسمح للكشف على عده امراض منها أمراض السرطان في الأول خلاص نبداو بها ولا نديرو كنديرو التقييم ونوصل لمرض السرطان، هذا هو يفيدنا بزاف. هو 90% في الحالة هذه 90% من الفحوصات بالبيت سكان تروح لمرض السرطان، لأن الاستراتيجية تاع العلاج استفاد. نعم، والمريض استفاد بزاف من استفاد كثيرا من هذا الكشف، لان التقييم دقيق. نعم، واش خاص يربح المريض والمنظومه الصحيه من حيث اقتصاد الصحه مثلا؟ هو من في هو حقيقه هي نركزوا على المنظمه الصحية وبعد نمشيو للمريض، لان هي المنظمة الصحية هي اللي تعتني في اجمالها هي اللي تعتني بالمريض. في المنظمة الصحية كاين عدة مستويات. نعم، ونمشيو من الطب العام حتى نوصلوا عدة مستويات ونوصلوا حتى للقمة اللي متكونة من من نعم. من أفواج أطباء أخصائيين في أمراض سرطان وفي بعض أمراض سرطان. نعم، وهذاك الأفواج كيحلوا الملف تاع المريض ويشوفوه بدقة. كل واحد يمدي رأيه ويقولوا بلي هذا الكشف لازم ولا مش لازم. نعم. بعد يكون فيها شغل قرار شغل يعني une décision قرار يعني تكون ديسيجن منسجمه. نعم، ما نروحوش هكاك من كل جهه. نعم، هي تكون منظمه والفحص يكون منظم ونروحوا نروحوا للكشف برضاء الجميع. نعم، ويفيدنا ونسالوا والافواج هذوك يسالوا اسئله على المرض. والكشف هذا يجيب لهم الجواب في أغلبية الحالات إن شاء الله. شكرا بروفيسور بويوسف، إن شاء الله تكون معنا في الحصص حتى نتكلم على دور التكنولوجيا والصيانة اللي ترافق هذا الاختصاص. شكرا لك بروفيسور بويوسف صلاح الدين. وش رأيكم في هذا المكسب؟ يعني هو مكسب، يعني نقوله قبل ما يكون هو الجهاز موجود على مستوى الخاص عنده حوالي 5 سنوات، حوالي عنده 10 سنوات المرضى تاعنا كانوا يتنقلوا للدول المجاورة أو الدول الأوروبية باش يديروا هذا. وفي الخواص حتى في الدول المجاورة ما كانش في المستشفيات العمومية. أنه مستشفى باب الواد فيه هذا الجهازين يعني هو شيء إيجابي للمرضى تاعنا، وإن شاء الله يعطي بصيص إن شاء الله يمشي في إطار شبكة أيضا منظمة. نعم دكتور. شيء إيجابي كثير. مفروض. لأنه على سبيل المثال كان مرض سرطان اسمه مرض دوتشكين، إحنا كنا نعاني أن طونك راديو ثيرابيست باسكو المرض دوتشكين فيها زوج علاج كيميائي عند الهيماتولوج ولا راديو ثيرابي، والتوصيات العالمية منذ عشرات السنين تقول لك تشخيص بالبيت سكان، بلا بيت سكان التشخيص ما يكونش دقيق.
وكي يكون ما يكونش دقيق معناتها المريض ولا المريضه ولا ما دوشكين لازم نعرفوا بلي لاتان لي سوجي جون كي تكون مريضه لما تكون الجون هذا عنده مال دوشكين يدير لا شيميو وكي يدير لا شيميو من بعد تشوف اسكو لا شيميو نجحت ولا ما نجحتش عندهم نديروا ان بات سكان اسكو راح ولا ما راحش المرض باسكو لو كان راح المرض انا با بيزوان دو فاد لا راديو ثيرابي راح ولا كان عنده المرض نديروا لا راديو ثيرابي دونك كاين بزاف بهذا ما كانش الدقه مع الناس بات سكان دونك ما كانش الدقه بالك المرضى نديروا لهم لا راديو ثيرابي نعم ذكروا عندنا ذكروا عندنا شعاع امل نختموا به الحصه وان شاء الله نعاودوا حصص واحد اخرى ريبورتاج قام به الزميل هشام سعدودي شفت العديد من المرات لانه ما احوجنا الى امل في وقت الناس يعني تتالم نتابع هذا البورتري ثم نختم ما بين وردة وقصيدة عادت زهرة من الذبول إلى النماء والحياة مجددا بعد كفاح لمدة 20 سنة ضد السرطان. هبطت لقيت روحي أمام لافتة مركز مكافحة سرطان. قلت ما اكتشفت بلي عندي سرطان حينها جاني في صدري انقباض 20 سنة بحياتي في متاهة ما بين طبيب مستشفى مدينة البوليدة مستشفى فرانس فانون أهلي كنت بحجب هنا في البرج ما لقيتش كيفاش المضاعفات ما هضرتش 3 شهور لازم ناكل غير حاجة سائلة حاجة نشفة ممنوعة عليا مش كنت تقول لي ما كنت تجيب لي كيما هكذا في السائل وتجيب لي ليبو تقول لي بنتي معليش شوفي السرير معليش نوضي بنتي المرض يحب السرير ما يحبش الناس اللي عندهم إرادة سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق قمة الشماء. هذه القصيدة الآن وردة. نهار نشوف الورد كل يوم ونحس بالورد بلي يعطيني طاقة وردة مع ابتسامة نص نهار مع الورود ونص الآخر كنت نقرأ كمترشحة حرة شهادة البكالوريا الحمد لله تحصلت على شهادة البكالوريا بمعدل قريب من الجيد ورغم اني جسدي هكذاك شويه مع المضاعفات تاع لا شيميو راديوثيرابي طلعت للجامعه وكملت حتى تحصلت على شهاده ليسونس لغه انجليزيه المستلا هي روحي هي حلم بابا وما انا احس نفسي انا بمعيه الله لانه التجربه اللي خدتها مع السرطان ركبت لي نفس جديد ومنطق جديد وافكار جديده والإنسان اللي ما تألمش مستحيل يتقن فنون الحياة. هذه المرأة ناعمة مثل الزهور وصلبة كالتربة وطيبة كالعطر إنها ملهمة ومدرسة لنتعلم منها. لا حديث فوق هذا البورتري اللي أنجزه زميل هشام سعدودي نبيل بن ديخة صالح النيق شكرا لكم. نسبة العلاجات لمرضى السرطان نسبة أولا الشفاء أولا نسبة كما قالت الأخت هو كي يكون الإرادة وتكون الأمل يكون تغلب على المرض يعني هذه تجربة يعني المريض اللي يكون عنده إرادة وتكون عنده أمل ويشوف الدنيا بنوع وردية. آخر وردية ولازم سبحان الله تكون نسبة الشفاء بتاعه تكون أكثر من المريض اللي يكون مكتئب ويكون سلبي وخلاص واللي يشوف أسود ساعة ما تكفيش للسرطان صح حقيقة دكتور ما قعدناش الكثير من الوقت كما قال الأخ صح كاين المرضى اللي عندهم أمل في الحياة وكلش نشوفوا ما عندهم انستاتسيا مافونسي بصح يعيشوا ويبرموا كملت الدراسه ويعني وصل لازم يسجعوا هاد الشهادات هادو يعرفوا لي مونتريو زوتر مالادي بروفيسور من طبق لما تكون انت فاس يعني امام تجارب كيما هذه ممكن انه عشتها في القسم تاعك احنا هادو نعيشوهم يوميا نعيشوهم وما احلى هذا نعيشوهم يوميا ويدخلوا احنا عندنا يجونا المرضى نهار في لا كونسلطاسيون يدخلوا يبكوا ويخرجوا يضحكوا لاخاش العلاقات اللي لازم تكون عندك بين المريض والطبيب تاعو لازم كي المريض يكون مع الطبيب تاعو يحس روحو مستريح صحيح لازم كي يحس روحو مستريح يدير فيه الثقه ومن بعد كاين هذا كاع لاكومبانيومون اللي يجي مع المريض وهكذا اللي نقدروا نلحقوا
المريض ما يداويش روحه وحده، لازم يداويه معاه، يكون معاه الطبيب. ان شاء الله نعاودوا حس اخرى، وحنا فقط في الحصة للتنوير ولتحسين الظروف، ولأنه كل واحد فينا في العائلة ما كاش اللي ما عندوش واحد، ما أحوجنا إلى منظومة صحية 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 كما قال البروفيسور بن طابق. حقيقة المفتاح هو، هنالك إشكال في التنظيم لكن هنالك الطبيب هو مفتاح الحل بالنسبة للمريض. إذا كان الطبيب بشوش ويعرف كيف يتكلم مع المريض بتاعه هو نصف الدواء. شكرا لكم، شكرا دكتور حامد عبد الوهاب، اللي إن شاء الله تكون في حصص واحدة أخرى إن شاء الله مع البروفيسور بن طباق. شكرا لك، شكرا بروفيسور بونجار، شكرا لكل الفرقة التقنية اللي كانت معنا، شكرا بعلم لابادي، شكرا الزميلة حسناوي صبيحة، وسكريبت كهنا. نلقاكم الأسبوع القادم دون أن ننسى رفيق الحصة الزكي. دمتم بخير، ألف شكر لكم، نلتقي الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.